أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن أحد أصحابه ويسمى بنوف البكالي، هذا يقول: بت ليلة عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه فرأيته يقطع نومه، يقوم بين ساعة وأخرى ثم يهجع وينام قليلا إلى أن قام في وقت ولعله وقت السحر، فقال لي: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ يعني هل أنت نائم أم لا، لست بنائم ومتمدد كهيئة النوم ولكنك منتبه. هذا يقال له رامق، يعني أحيانا يغمض عينيه أحيانا يفتحهما قليلا فيرمق بعينه ينظر. قال: أراقد أنت أم رامق؟ قلت: يا أمير المؤمنين، بل رامق، مو نائما. فقال عليه السلام لنوف: إن هذه ساعة لا ترد فيها دعوة، يعني كل من يدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة، آخر ساعة من الليل أو الساعات الأخيرة من الليل، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاه، لا يرد دعاه. ثم استثنى أمير المؤمنين جماعة، أحدهم قال: إلا عريفا. العريف يعني الذي يعرف الناس للسلطان الجائر، للحاكم الظالم، يعرف الناس للحاكم الظالم، والحاكم الظالم بدوره يظلم هذا ويظلم هذا، يذكر للحاكم الظالم الأفراد ومراتبهم ومقدار شخصيتهم في المجتمع، مقدار ما عندهم من المال وتصرفاتهم، حتى يكون الظالم على علم بنسب هؤلاء الأفراد، فيعطي كل واحد منهم، الظالم يعطيه من ظلمه ما يمكنه. هذا يسمى عريف لأنه يعرف للظالم الأفراد. العريف لا يستجاب له الدعاء حتى في السحر والساعات الأخيرة من الليل. الإنسان بحاجة إلى تربية نفسه، وإلا النفس مثلها مثل الذئب، مثلها مثل الوحش الكاسر. هذه النفس تردي بالإنسان أخيرا إذا الإنسان لا يواظب على نفسه ولا يعطي نفسه من التربية بالمقدار اللازم من التربية، حق التربية. ومن الأمور التي توجب للروايات الكثيرة وقبل الروايات للآيات العديدة في القرآن الكريم
من الأمور التي تعطي النفس شحنة وشحنات من التربية صلاة الليل، قيام السحر، أن يكون الإنسان قبل طلوع الفجر بنصف ساعة، بساعة، بأكثر، يكون مستيقظا ويصلي ويذكر الله تعالى ويدعو الله تعالى، حتى شيئا فشيئا النفس تتربى بالمقدار اللي ممكن لكل إنسان أن يربي نفسه. في الحديث الشريف: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. كل إنسان نفسه، النفس كما نقل القرآن الكريم، أمارة بالسوء، يعني كثيرة الأمر بالسوء، مؤامرة، أمارة، شديدة الأمر بالسوء. النفس نفس كل إنسان تأمر الإنسان بشدة، بعنف، على أن يعمل السوء. السوء الاجتماعي، السوء الاقتصادي، السوء السياسي، السوء العائلي، السوء في مختلف المجالات. أعداء أعدائك، من أعداء الإنسان الوحش الكاثر الذي يكسر الإنسان، الذي يقتل الإنسان، الذي يأكل الإنسان. هذه الوحوش الكاثرة في الصحارى، والوحوش الكاثرة من الحيتان في البحار، أو الوحوش الكاثرة من الطيور في الجو، هذه ماذا تصنع بالإنسان؟ هذه أعداء للإنسان. أما أعدى من كل هؤلاء هذه النفس التي في داخل الإنسان، أعدى الأعداء هذا. إذا الإنسان عرف أنه في داخله كامن أعدى أعدائه، يواظب شيئا، وبمقدار مواظبته يوفق، والتوفيق يدر عليه، على نفسه وعلى من يعيشون معه ويعيش معهم، الخير والرفاه والراحة، ثم من بعده لذريته، للآخرين أيضا. لا بد للإنسان من أن يربي نفسه، يعطي نفسه حقها من التربية بالمقدار الممكن لكل إنسان، يعرف أن أعدى الأعداء في داخله الأعداء الذين يحاربون الشخص بالسلاح، النفس أعدى من أولئك. أعدى أعدائك على الإصطلاح الذي يذكرون في علوم العربية، الجمع المضاف، هذا يفيد العموم، أعداء جمع مضاف، يعني كل الأعداء، كل إنسان من يتصور عدوا له، ماذا يتصور عدوا له. هذه النفس أشد عداوة على الإنسان من كل الأعداء، وهذه النفس مع الإنسان في النهار، في الليل، في السفر، في الحضر. كل إنسان هكذا، العالم والتاجر والرجل والمرأة والطبيب والمهندس والشاب الثقافي والعامل، وكل الأفراد بحاجة إلى الكل، بحاجة إلى أن يعلموا أن هذه النفس التي في داخلهم أعدى أعدائهم. ثم ماذا يصنع الإنسان مع عدو؟ يأخذ الحذر، يأخذ الاحتياط منه، هذا في داخل الإنسان، كيف يأخذ الاحتياط منه؟
كيف يتحذر منه بالمواظبة بالمحاسبة، محاسبة النفس، بالدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى، بالتوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حتى ينجو بعض الشيء من هذا العداء لهذا العدو الذي هو أعدى الأعداء. ذكروا في تاريخ أحد كبار العلماء الماضين الأتقياء، وقد رأيته كرارا، ذكروا في تاريخه أنه في شبابه لما كان شابا في سامراء المقدسة، كان يدرس هناك في الحوزة العلمية المقدسة في سامراء في الزمان القديم، نقلوا عن أحد زملائه أنه كان يقول أحيانا نراه في النهار يخرج إلى الصحراء وحده. ذات مرة تبعته حتى أين يذهب، ماذا يصنع هذا يوم كان شابا ذلك العالم. يقول تبعته بحيث لا يلتفت أني أتبعه، إلى أن رأيته في الصحراء، وصل إلى مكان وكأنه من قبل كان قد هيأ هذا المكان، قد حفر حفرة هناك بمنزلة القبر، فنزع ملابسه وكان معه بعض الكفن، فلبس الأكفان ودخل هناك ونام في القبر، وجعل يبكي ويقول لنفسه، يخاطب نفسه، يقول له لنفسه: أفرض أنك الآن ميت والآن في حساب ويحاسبونك، والأموات يطلبون من الله سبحانه وتعالى، الأموات الذين لهم مشكلات في الآخرة يطلبون من الله سبحانه وتعالى، يقولون: إلهي أرجعنا، رجعنا حتى نكون صالحين، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما تركت من عمري لم أعمل صالح، إلهي هسه رجعني ثاني مرة حتى أعمل صالح، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتي الجواب: كلا، إنها كلمة هو قائلها، خلاص طيناك مجال في الدنيا 20 سنة 30 سنة 50 سنة 60 سنة 80 سنة أكثر أقل، كان اغتنمت الفرصة خلص بعد. فقال: رأيت هذا الشاب نايم في القبر بالأكفان ويبكي ويقرأ هذه الآية، يقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. بعدين ما يقرأ كلا، يقول: الآن استجيب هذا الطلب لك، الآن النداء أنه رجعناك ما يخالف، رجعناك حتى نشوف إيش تسوي. ثم قام وخرج ولبس ملابسه وجاء. هذا الشخص، هذا العالم، صار من العلماء الموفقين، يعني من نظرائه الذين كانوا معه وبعضهم صاروا علماء مثله وأتقياء، هذا لعله الفريد فيهم، كان في هذه النسبة العظيمة من الموفقية في نفسه وفي ذريته وفي تاريخه حال حياته وفي تاريخه من بعد وفاته. الإنسان يجب أن يتعلم من القرآن الكريم، من أهل البيت صلوات الله عليهم، ومن أتباع أهل البيت من العلماء الأتقياء وأمثالهم. إذا الإنسان لا يواظب نفسه، لا يربي نفسه، هذه النفس بالنتيجة تردي بالإنسان أعدى الأعداء. الأعداء ماذا يصنعون بالإنسان؟ هذا أعدى من كلهم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لتربية النفس ولمحاسبة النفس وللقيام في السحر وآخر الليل والدعاء وبعض الركعات من صلاة الليل، حتى يكون ابتلاؤنا بهذه النفس التي هي أعدى الأعداء ابتلاء أقل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.